بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الكلمات الأخيرة في النوع 61، وهو المتعلق بمعرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. قد ذكرنا في لقائنا الماضي بعض كتب الثقات، مثل الثقات لابن حبان، وبعض كتب الضعفاء مثل كتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الكامل لابن عدي، مش قلنا هذا الكلام، وكتاب التاريخ للإمام البخاري. وظللنا ننتقل من حقبة إلى حقبة ومن طور إلى طور، حتى وصلنا إلى الإمام المزي حين كتب كتابه تحفة الأشراف، وبعد ذلك جاء الحافظ الذهبي فعمل تذهيب التهذيب، ثم عمل بعد ذلك ابن حجر تهذيب التهذيب. بعد ما أشار الحافظ ابن كثير إلى شيء من هذا، تكلم ابن الصلاح ومن بعده الإمام النووي وابن كثير وغيرهم حول مشروعية الكلام في الرواة، أو بتعبير آخر مشروعية الكلام في الجرح والتعديل. لا شك أن الكلام في أعراض الرواة، أعني رواة الحديث، موضوع هام وخطير، وهو ما نشأ عنه كما تعلمون علم الجرح والتعديل. وكما قلنا سابقا، إن كلمة الجرح تعني أن يوصف الراوي بوصف يؤدي إلى عدم قبول روايته، والتعديل أن يوصف الراوي بوصف يدل على قبول روايته. هذا هو خلاصة الكلام في علم الجرح والتعديل. لكن كما قلنا، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. فالكلام في الناس اعتبره الشرع غيبة، ولا يجوز لك أن تتكلم في أعراض الناس بحال من الأحوال. لكن العلماء جوزوا الجرح والتعديل، وجوزوا الكلام في أعراض الرواة صيانة للشريعة. ولذلك نقول إن الغيبة على نوعين، الغيبة على نوعين: غيبة مشروعة ولها ضوابطها وقيودها التي سنتكلم عنها، وغيبة ممنوعة وهي التي حذر منها القرآن الكريم وحذر منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام في الرواة جرحا وتعديلا أعطانا القرآن الكريم الضوء الأخضر له في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو فتثبتوا في قراءة هذه الآية. إن جاءكم فاسق، هذا ناقل للخبر، هذا راوي، والنبأ هو الخبر المروي. ما المطلوب في من يستقبل هذا الخبر؟ ما المطلوب مني ومنك حين أستقبل خبرا من فاسق؟ هل أقبله أو أتثبت منه؟
هو جاءت به الآية فتبينوا. إذن هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات تفتح لنا بابا في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا كما قلت. وحين يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله إن عبد الله رجل صالح، أظن كلمة صالح تعديل، كلمة صالح تعديل، فالوصف بالصلاح هو في جانب التعديل. وحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ده ذم ولا ذم؟ يبقى يعتبر تجريح. وحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في حديث ضعيف لكننا نحتاج إليه الآن، ليس لفاسق غيبة، ليس لفاسق غيبة، وهذا حديث كما قلت ضعيف. والحديث المشهور عندنا في الصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حين جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم قد تقدما لخطبتها وهي تريد أن تستشير رسول الله في اختيار أحدهما، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنا في باب الجرح والتعديل. قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا يعتبر من الغيبة المشروعة ولا الممنوعة؟ من المشروعة. وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا أيضا في مقام الجرح. إذن قضية الجرح والتعديل قضية ثابتة بنصوص القرآن الكريم ونصوص وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي ختم به ابن كثير باب معرفة الثقة من الرواة وغيرهم، ذكروا أن هذا العلم أمره خطير، ولذا وضع العلماء له من القواعد والضوابط ما ينبغي أن تراعى لمن يتكلم في الجرح والتعديل، لأنك إذا عدلت إنسانا بغير تثبت، إذا أنت عدلت إنسانا بغير أن تتيقن فعلا أنه أهل لهذا التوثيق كنت كالمثبت حكما ليس بثابت. أتفهمون؟ لو أنك عدلت إنسانا وأثبتت له التعديل بغير أن تتثبت وبغير أن تتيقن تكون حينئذ قد أثبتت حكما ليس إيه؟ ليس بثابت. فيخشى عليك وعلى من فعل هذا أن يدخل في زمرة من يروي حديثا وهو يظن أنه كذب. وإذا جرحت إنسانا بغير تحرز أو جرحت إنسانا بغير تثبت تكون قد أقدمت على الطعن في عرض إنسان هو بريء من هذا الطعن الذي وجهته إليه، وربما يناله ضرر في الدنيا فلا تقبل له شهادة في المحاكم ولا شيء من هذا القبيل. إذن قضية التعديل والتجريح ليست بالأمر الهين، لها كما قلنا ضوابط، لها قواعد ينبغي أن تراعى لمن يريد أن يجرح أو أن يعدل أحدا من الرواة. أول حاجة ينبغي عدم التحامل، ينبغي عدم التحامل على الشخص الذي تجرحه. دي ضوابطها بقى، نتكلم على أهم الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها لمن يريد أن يقدم على الجرح والتعديل. أولا، قد يكون بينك وبين شخص ما عداوة، حصل خلافات بينك وبينه فأنت تريد أن تتشفي منه
تريد أن تقدح فيه، تريد أن تشوه سمعته فتقذفه أو تجرحه أو تذكر فيه عيبا أو سوءا هو منه بريء. ولذلك ضرب أئمتنا المثل في هذا الأمر، فلا يوجد عندهم تحامل أبدا. وإذا أحس العالم بأن هناك بينه وبين شخص آخر عداوة وسئل عنه كفى، حتى لا يغالي ولا يبالغ في تجريحه وفي قدحه، لأن عين السخط تبدي المساوئة. ما دام بينك وبين إنسان عداوة، كما يقول المثل العامي، تطلع فيه القطط الفطسة. إذن ولذلك إذا أدينا العلامة بن دقيق العيد رحمة الله عليه المتوفى 702، كان بينه وبين ابن بنت الأعز عبد الرحمن أبو القاسم، ابن بنت الأعز عبد الرحمن أبو القاسم عداوة، ده كان متوفى 695، كان بينهم الاثنين مطارق الحداد. هو ابن دقيق 702 وابن بنت الأعز 695. فالناس كتبوا شكوى في من؟ كتبوا شكوى في ابن بنت الأعز، وأخذوا هذه الشكوى وتقدموا بها إلى ابن دقيق العيد. ليه؟ لكي يوقع، لكي يكتب مذكرة، لكي يشهد معهم في حق مين؟ ابن بنت الأعز. قال لهم لا، وأبى ابن دقيق العيد أن يكتب فيه شيئا، لأنه يعلم تماما أن إيه؟ أن بينه وبينه خصومة، وأن كلمته هذه ربما تكون سببا فيما لا يحمد عقباه. فكف عن الإيه؟ كف عن أن يكتب أو أن يوقع أو أن يقف معهم. وقال عبارة قوية جدا: أعراض المسلمين، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. ولذلك حين صفى الجو ما بينهما حمد وشكر ابن بنت الأعز ابن دقيق العيد، لأن العداوة بينهما لم تأخذه في أن يكتب فيه شيئا. فأول حاجة إيه؟ ها؟ ينبغي على الإنسان ألا يتحامل على خصمه فيضيف إليه ما ليس إيه؟ ما ليس فيه. نمرة 2، ضرورة التثبت فيما يقوله الإنسان، فلا بد أن تتثبت فيما تجرح به أو تعدل به. فالقضية ليست على الإطلاق، إذن لا بد أن يتثبت أن هذا الإنسان فعل هذا، كذب مثلا أو قتل أو سرق أو زنى أو دلس، يقول هذا الكلام إذا تثبت. أما إذا لم يتثبت فلا قيمة لكلام. يبقى عدم التحامل. نمرة 2 إيه؟ ضرورة التثبت فيما يعدل به أو يجرح. 3، عدم المحاباة، عدم المحاباة. دي كانت عدم الإيه؟ التحامل. الأولاني عدم الإيه؟ إمتى نحتاجها؟ لما يكون بيننا وبين بعض إيه؟ بيننا وبين بعض خصومة. على النقيض بقى، لا ينبغي أن تكون صداقتك لإنسان أو محبتك للإنسان لإنسان ما أحد العوامل التي تجعلك تعدله. ولذلك عندنا أشياء تكتب بماء الذهب في هذا السياق. علماء الحديث لم يحابوا أحدا، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان ابنا، لا يحابونه في شيء، حتى ولو كان أخا. يبقى عدم الإيه بقى؟ أول حاجة عدم التحامل، 2 ضرورة التثبت وتكون متأكد، 3 عدم المحاباة.
الإمام علي بن المديني ومن هو علي بن المديني سئل عن أبيه: ما رأيك في والدك؟ كان نأخذ عنه العلم، وكان والده من العلماء، فبيسأل الابن عن أبيه: هل نأخذ عن والدك العلم؟ فقال: سلوا عنه غيري، روح اسألوا حد ثاني، سلوا عنه غيري. فلما ألحوا عليه وأعادوا عليه السؤال أطرق رأسه وخفضها على الأرض، وبعدين رفع رأسه مرة أخرى وقال: هو الدين، هو الدين، إنه ضعيف. فلم تأخذه عاطفة الأبوة لأن يعدل والده، كما أشار إلى ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين. هذا علي بن المديني مع والده، وهكذا أيضا وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، كان والده من العلماء، وكان والده يشبه مثلا وزير مالية، أو كان واليا على بيت المال، فكان مشغولا. فكان وكيع إذا أراد أن يروي حديثا لوالده، وإحنا قلنا والده إيه؟ شغله الدرهم والدينار أمصالح الناس، فكان يقرن معه غيره إذا روى عن والده، يعني هو لا يكتفي برواية من؟ خشية أن يكون قد اعتراه شيء، وهذا ما يعرف عندنا بالمتابعات، فيذكر معه إنسانا آخر يؤيد ما رواه إيه؟ والده، مع أنه هو والده. أبو داود صاحب السنن السجستاني كان يقول للناس إيه؟ يقول لطلبة العلم إيه؟ لا تأخذوا العلم عن ابني عبد الله، لا تأخذوا العلم عن ابني عبد الله فإنه كذاب. بس لاحظوا هنا، وهو ولده، لكن كلمة كذاب هنا يبدو أنها بمعنى خطاء، لأن الكذب يطلق ويراد به الخطأ، وليس شرطا أن يكون الكذب المعروف عندنا. فهل كذب لا تأخذ العلم عن ولدي عبد الله فإنه كذاب، يعني إيه؟ كأن ضبطه وإتقانه للعلم لا يرقى إلى مستوى التلقي عنه. إذن هؤلاء أبناء مع آباء، ووالد مع ولده. الإمام الذهبي رحمة الله عليه شيخ ابن كثير يقول للناس إيه؟ لا تأخذ العلم عن ابن أبي هريرة، كان له ابن اسمه أبو هريرة، فإنه قد حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه، لأن بيعتبر حفظ القرآن ثم تركه بعد ذلك ونسيانه كبيرة، وإحنا بنشترط في العدالة أن يترك الإيه؟ ألا يرتكب إيه؟ ألا يرتكب كبيرة. فهذا إذن هذا لا يحابون أحدا، فالإمام الذهبي لم يحاب ابنه، وأبو داود لم يحاب ابنه، ووكيع بن الجراح لم يحاب والده إلى آخر. وزيد بن أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي يحيى، لا تأخذوا العلم عن أبي، عن أخي يحيى. إذن هذه ضوابط ثلاثة: عدم التحامل، عدم المحاباة، ضرورة التثبت فيما يقول الإنسان، سواء كان من جهة التعديل أو من جهة التجريح. لا، ما هو أصل لا يقول عالم هذا الكلام إلا إذا كان عارف، أنا يعرف أخاه أكثر من غيره. ومن هنا، من هذا المنطلق حول مشروعية الجرح والتعديل، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون ويعدلون ويجرحون، وكذلك التابعون من بعدهم يعدلون ويجرحون. يقال إن أول من تكلم في الرجال، أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج. يقول صالح جزرة، وإحنا اتكلمنا على جزرة قبل ذلك، يقول صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى ابن سعيد، ثم أحمد وابن معين، إلى آخره.
أبو بكر بن خلاد أحد العلماء قال ليحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان، أبو بكر بن خلاد بيقول له إيه؟ أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماء لك عند الله يوم القيامة؟ فقال يحيى بن سعيد: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلى الله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقد أشار إلى ذلك ابن كثير. أبو تراب النخشبي ويسمى عسكر بن الحصين، أبو تراب النخشبي ويسمى كما قلت عسكر ابن الحصين، ده متوفى سنة 245. يقول للإمام أحمد بن حنبل، ودي محتاجة بقى الكتاب عشان نعدل بعض العبارات، يقول الإمام أحمد بن حنبل النسخة اللي عندكم إن بيقول له إيه الذي عندكم في اختصار علوم الحديث، أتغتاب العلماء؟ كأنه بيستفهم من أحمد بن حنبل أتغتاب العلماء. في نسخة أخرى فيها لا تغتب العلماء، يبقى في عندي أتغتاب العلماء خلاص، وده إيه؟ استفهام، ليس استفهام تقريري، لا هو استفهام إنكاري. يبقى قلنا إذا قلنا بقى أتغتاب العلماء، مين اللي بيقول لي؟ من الذي يقول لمن؟ أبو بكر بن خلاد خلاص، لا اللي هو اسمه أبو تراب النخشبي، النخشبي وهو عسكر بن الحصين، يقول لأحمد بن حنبل إما أنه قال له أتغتاب العلماء، وفي نسخة أخرى أتغتاب العلماء، أتغتاب بالنفي، لا تغتاب بالنفي، وفي نسخة أخرى لا تغتاب. يبقى أتغتاب العلماء أدي واحد، أتغتاب العلماء، لا تغتاب العلماء، لا تغتب العلماء خلاص. أكثر النسخ أربعة، أكثر النسخ لا تغتب العلماء خلاص. وكما قلت يليها لا تغتاب العلماء بالضم على النفي، وفي عندي لا تغتب، وفي عندي أتغتاب العلماء. فقال له ويحك، أحمد بن حنبل يقول لأبي تراب ويحك. هذا عندكم هذا نصيحة، في نسخة تانية هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وإحنا قلنا قبل كده ينبغي أن تفرق بين الغيبة والغيبة. الغيبة اوعى تخطأهم، وإلا ما في فائدة بقى من دروس العلم. يبقى نقول هذه إيه؟ لا غيبة، لا الغيبة بالجسد، الغيبة إذا أطلقت بفتح الغين يبقى معناها غيبة بالإيه؟ بالجسد، يعني أنت غيب عني. إنما الغيبة بالكسر هي الكلام في أعراض الناس، الحروف وضبطها مهم جدا. يعني إحنا لو قلنا هذا الإنسان ذكي بالذال، ذكي بالذال، وهذه الفتاة ذكية بالذال، ماذا أعني بذلك؟ أنها عاقلة. يبقى الذكاء فين؟ في العقل. وحين أقول هذا الإنسان ذكي بالذال بالزاي، لا المعنى اختلف، لأن التزكية هي التطهير، ودي مكانها القلب. فإذا لابد أن نراعي الكلمات، نقول غيبة في من غاب بإيه؟ بجسده، وغيبة في من تكلم أو تكلم فيه. طيب فقال له أحمد بن حنبل ويحك، وكلمة ويحك دي كلمة ترحم لا زجر، يعني غفر الله لك، وليس معناها إيه؟ الزجر. إذن أيضا وضع العلماء من هذه الضوابط عدم قبول رواية الأقران، عدم قبول رواية الأقران في الجرح
خلاص. يعني إذا جرحك زميل لك، لو جرح عالم عالما متعاصر لا نقبل الكلام. انتبهوا لهذا الكلام لأنه مهم جدا. يبقى إذن الآن عدم مراعاة كلام الأقران بعضهم في البعض الآخر، تفهمون هذا الكلام؟ عدم إيه؟ ها؟ مراعاة كلام الأقران بعضهم في البعض الآخر. هقول لك لسه بقى، لأنه ربما هناك تنافس في حلقات العلم، هناك تنافس بين العلماء، وكما قال ابن عباس كما ورد في جامع بيان العلم وفضله: العلماء أشد تنافسا من التيوس في زروبها. العلماء أشد تنافسا من التيوس في زروبها. يوم ما يحصل هناك تنافر وحسد بين عالمين، ترى كل واحد منهم إيه اللي بيحصل؟ ها؟ يبقى أيوة، يبقى إذا فلذلك لا نقبل كلامهم في بعضهم. وعندنا حنذكر لكم أكثر من مثل. يعني ابن حجر متوفى 852 والعيني 855 وكانا متعاصرين، هذا يقزح في هذا وذاك يقزح في هذا، هل نقبل كلام أحدهما في الآخر؟ لا. الإمام السيوطي رحمة الله عليه كان معاصرا للإمام السخاوي وبينهما مطارق الحداد، فلو أن العيني لو أن السيوطي جرح السخاوي لا قيمة لهذا الكلام، ولو أن السخاوي جرح السيوطي لا قيمة لهذا الكلام، لأن التنافس بينهما يؤدي إلى أن يقول كل منهما في الآخر ما ليس فيه. أفهمتم؟ في ضابط آخر إيه؟ عدم مراعاة كلام الإيه؟ كلام لا مش الأقران بعضهم في البعض الآخر. وزي أنا قلت كده، لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. لا، المثل اللي بيقولك إيه؟ حبيبك إيه؟ تقرش له الزلط أو حاجة زي كده، مش كده؟ أيوة، إذن هذا الكلام حقيقة. لا، الشاعر صاغ هذا المعنى في كلام جميل، بيقول عين الرضا عن كل عيب كليلة. ما دام أنت راضي عن زميلك هتغمض عينك عنه، مش هتذكر الإيه؟ أنت لا تذكر مساوئه. إنما لو كان بينك وبينه خصومة، وعين السخط تبدي المساوئة. إذن انتبه العلماء لهذه الظاهرة، فذكروا أن كلام المتخاصمين المتنافسين بعضهم في البعض الآخر لا قيمة له. محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، تسمعوا عنه؟ ابن إسحاق صاحب المغازي والسير، بينه وبين مالك بن أنس مطارق الحداد. يعني مالك بن أنس معاصر لمين؟ لا، لمحمد بن إسحاق. يبقى مالك بن أنس معاصر لمحمد، وكلاهما في مضمار العلم. محمد بن إسحاق يقول عن مالك: إنه دجال الدجاجلة. إنه دجال الدجاجلة. جرحه ولا عدله؟ جرحه. وبادله مالك أيضا. هل نقبل كلام مالك في ابن إسحاق، أو نقبل كلام ابن إسحاق في مالك؟ لا نقبل، لأنهما متخاصمين متعاصرين، كل منهما ينافس الآخر في ميدان العلم. وهنا الحقيقة ابن كثير أشار من طرف خفي إلى هذا الكلام، إلى أن احنا بيقول إيه: وقد ذكرنا من أمثلة، وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر بكلامه، أي بكلامه. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. فإذا وجدنا شخصين متخاصمين متنافرين قال أحدهما في الآخر قولا، ها؟ لا نقبله، لا يعتبر ذلك، إلا نقبل هذا التجريح أيا منهما في الآخر. ثم يقول ابن كثير: وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك. احنا قلنا الآن، لأن محمد بن إسحاق صاحب السيرة
جرح مين؟ جرح مالك ابن أنس، ومالك ابن أنس جرح محمد ابن إسحاق، فلا يقبل كلام هذا في ذاك ولا ذاك في هذا. وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. إيه بقى قضية أحمد بن صالح المصري مع الإمام النسائي؟ الإمام النسائي وهو صاحب السنن المعروفة أحمد، سئل عن أحمد بن صالح. الإمام النسائي صاحب السنن سئل عن أحمد بن صالح المصري، إيه رأيك فيه؟ فقال ليس بثقة ولا مأمون، مع أن أحمد بن صالح المصري حافظ مصر، لا يشق له غبار لا في علمه ولا في ديانته، إنما الإمام جرح. الإمام النسائي إيه؟ جرح. إذن هذا التجريح النشاز يستلزم منا أن نبحث عن سبب هذا. هما متعاصران، النسائي معاصر لمين؟ لأحمد بن صالح. ولما جينا درسنا ونبحث عن إيه السبب اللي جعل الإمام النسائي يجرح أحمد بن صالح، تبين لنا الآتي. طبعا أنا قلت قبل كده الإمام النسائي ممن شرفه الله بوجوده في مصر، فإذا هو التقى بعلماء مين؟ هو التقى وكان من علماء مصر في هذا الوقت أحمد بن صالح الإيه؟ المصري. تبين بقى إن أحمد بن صالح المصري العالم الحافظ المحدث الحجة كان لا يقبل أن يجلس في جلسته الحديثية أحد إلا بعد ما يسأل عنه، هل هو يستحق ويستأهل أن يكون يعني عالم حديث؟ هل يستحق أو يستأهل أن يكون محدثا؟ ده مين؟ أحمد بن صالح باعتباره محدثا، باعتباره عالما، فكان لم يحدث أحدا حتى يسأل عنه. هو مين ده؟ وضع العلم شبه إيه؟ وضع الدين شبه إيه؟ فجاءه الإمام النسائي يريد أن يدخل حلقة العلم على من؟ على أحمد بن صالح، وقد صحب معه قوما من أصحاب الحديث. ليسوا هناك، يعني ليسوا هناك يعني إيه؟ ليسوا أهلا لتحمل علم الحديث كما يرغب أحمد بن صالح. فتبين لأحمد بن صالح أنهم أصحاب بدعة، فأبى أحمد بن صالح أن يأذن للإمام النسائي هو ومن معه، وقال له تفضل مع السلامة، ورفضوا أو طردوا. منين؟ كان الإمام النسائي طالب علم، طالب علم في هذا الوقت. فحملها الإمام النسائي في نفسه، ومرت الأيام وبدأ الإمام النسائي يسأل ما رأيك في فلان وفلان، لأنه أصبح عالما تضرب إليه أكباد الإبل. فبدأ يتصيد الهفوات لمين؟ اللي أخطأ فيها أحمد بن صالح، هو يعني عنده إيه؟ رواسب الإيه؟ رواسب الماضي عنده، وفاكر هو كان انكرش من حلقة العلم، فبدأ يبحث عن الهنات الهفوات اللي ولا يسلم أحد، ولا يسلم أحد. بدأ يبحث عن الهفوات اللي بيقع فيها مين؟ أحمد بن صالح اللي هو طرده من الحلق، فبدأ يشن عليه. ما احنا قلنا دي احنا نقبل، ما احنا قلنا لا نقبل كلامه، ما احنا قلنا ما احنا بنتكلم ان احنا عدم قبول كلام المتخاصمين او المتعاصرين او المتنافسين. واحنا ضربنا مثال بمالك مع مين؟ مع محمد بن اسحاق، وبنضرب مثل مع احمد مع الامام النسائي مع مين؟ مع احمد بن صالح. هذا الرجل احمد بن صالح المصري ثقه أخرج له الإمام البخاري أحاديثه واعتد به، ولذلك قال الخليلي في كتابه الإرشاد: اتفق الحفاظ على أن كلام الإمام النسائي فيه تحامل. يبقى احنا عاوزين نرجع للعنصر الأولاني اللي إيه؟ اللي هو عدم التحامل. فتبين للعلماء أن كلام الإمام النسائي فيه إيه؟ تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله في أحمد بن صالح المصري. الإمام النسائي متوفى 303،
خلي بالكم بقى، يبقى احنا رفضنا كلام مين؟ كلام النسائي في مين؟ في احمد بن صالح. فاحمد بن صالح ثقة، اتفق الحفاظ على انه ثقة، وان كلام الامام النسائي لا يؤثر فيه نظرا لما بينهما من ايه؟ من 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 خصوم. لكن بعد الدراسة تبين لنا ان من سبق يحيى بن معين، النسائي يحيى بن معين، تكلم في احمد بن صالح. يعني الامام النسائي مسبوق، يبقى اذن الكلام في احمد بن صالح المصري ليس صادرا من مين، انما هو جاي منين؟ من يحيى اللي هو كان قبل النسائي بسبعين ثمانين سنة. طيب نيجي نمسك احمد يحيى بن معين، ما احنا نريد ان ننزه لان عبارات الجرح والتعديل صعبة، يعني قبولها ليس بالامر السهل، لابد ان تدرس. يبقى احنا الان رفضنا كلام النسائي بسبب الايه؟ بسبب الخصومة. طب يا يحيى بن معين انت بتقول ايه؟ قال احمد بن صالح، خذوا كلامك كلام بقى احمد دكت الامام النسائي، قال ان احمد بن صالح ليس بثقة ولا مأمون، خلاص كلامك ده لا قيمة له. لكن تعالوا بقى الى يحيى بن معين، ماذا تقول في احمد بن صالح؟ قال هو كذاب يتفلسف. كذاب ايه؟ يتفلسف. يبقى وصفه بالكذب، ادي واحد، ووصفه بايه؟ بالفلسفة. ثلاثة، رأيته يخطر في جامع مصر، يعني يتكبر، وصفه بالايه؟ يعني ايه؟ عنده كبر. يبقى وصفه بثلاث حاجات، كذاب، ها، يتفلسف، وانه ايه؟ فنسبوا الى الفلسفة والى انه يتكبر في المشي. فالعلماء يقول لك لعل ابن معين لا يعرف شيئا عن الفلسفة، ما يعرفش حاجة عن الفلسفة، ويرى ان هي غلط وخطر ومش عارف ايه، فانه ليس من اهلها. يعني ابن معين مش، ما هوش فيلسوف عشان يحكم على الايه؟ على إن على الفلسفة انها غلط، خلاص. الامام الذهبي الحقيقة، ودي ميزة العلماء الذين يحررون، الامام الذهبي عاب على ابن معين هذا الكلام، عاب على ابن معين هذا الكلام ان هو كذاب، ها، يتفلسف، وانه يتكبر. فبيقول ايه الامام الذهبي؟ يبقى احنا رفضنا كلام النساء، لا لسه هنبين كلام ابن معين. فالامام الذهبي بيرد كلام ابن معين، الامام الذهبي دمشقي، والامام احمد بن مصري، احمد بن صالح مصري، انما الانصاف عند العلماء حق. فالامام الذهبي بيقول ايه؟ ومن نادر ما شذ به ابن معين، ومن نادر ما شذ به ابن معين، يعني يعتبر ايه؟ نوادر، مش طبيعي. ومن نادر ما شذ به ابن معين رحمه الله كلامه على احمد بن صالح المصري الحافظ، حافظ مصر، فإنه تكلم فيه باجتهاده، تكلم فيه إيه؟ باجتهاده، وشاهد فيه ما يلينه به باعتبار عدالته اللي هو إيه؟ الكبر. يبقى هو جر، ده كلام الذهبي يقول إن ابن معين جرح أحمد بن صالح من العدالة ولا من العلم؟ لا، من العدالة، اللي هو الكبر، والكبر ده متعلق بالناحيه ايه؟ بالناحيه الدينيه. فانه وشاهد فيه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار اتقانه، فانه متقن ثبت. هو بينصف الان مين؟ احمد بن صالح، وبيلقي باللائمه على من؟ على يحيى بن معين. شوف بقى كلام الذهبي، ولكن ما أخذه عليه من تيه وكبر، اللي هو نقده التيه والكبر، خلاص، لعله كان يفعله ذلك وقت شبابه. لعل أحمد بن صالح كان بيفعل الكلام ده وقت إيه؟ وقت شبابه، ولأن الله لا يحب كل مختال فخور. ولعل أحمد بن صالح تاب
فتاب الله منه عليه، خلاص. أو هو لما كبر وشاخ لزم الخير فلقيه الإمام البخاري وأخذ عنه حديثه وروايته، فبرأ الإمام الذهبي أحمد بن صالح من كلام مين؟ يحيى بن معين. ثم يقول الإمام الذهبي: وأما كلام النسائي فيه فكلام موتور. كلام الإمام النسائي كلام إيه؟ يعني واحد موتور، يعني إيه؟ يعني واحد غضبان، غاضب، لأن احنا قلنا النسائي غضبان من مين؟ من أحمد بن صالح. فكلام موتور لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه فقال فيه ليس بثقة. الإمام ابن حجر، يبقى احنا عرفنا الآن ابن النسائي ابن الإمام الذهبي بيبرأ ساحة مين؟ أحمد بن صالح من النسائي ومن يحيى بن معين. ابن حجر بقى المصري يقول إيه؟ ابن معين لم يضاعف أحمد بن صالح المصري، احنا بنتكلم عنه ده، لم يضاعف أحمد بن صالح المصري احنا بنتكلم عنه، إنما هو ضاعف واحد تاني اسمه أحمد بن صالح الشمومي، وليس المصري المتكلم عليه هنا. الشمومي، ما احنا قلنا زمان فيه اتفاق في الاسم، واسم الأب واسم الجد والنسبة، فهو التبس عليه الايه؟ الأمر، فليس المطعون عليه هو أحمد بن صالح المصري اللي هو جرحه من الإمام النسائي. فابن معين جرح شخصا ايه؟ جرح شخصا آخر. إذن علماؤنا رضي الله تعالى عنهم حين تكلموا في الجرح والتعديل تكلموا فيه بقدر، يبقى عدم المحاباة، عدم التحامل، ضرورة الايه؟ التثبت. أمر أخير، أنا قلت في أول المحاضرة أن الجرح والتعديل من الغيبة المشروعة، وهو أبيح للضرورة، وهو أبيح للإيه؟ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ما دمت إحنا الشرع أباح لنا أن إحنا نتكلم في أعراض الرواة، فلا ينبغي علينا أن نأخذها ونتكلم فيها على زاوية 300، لا. يبقى إذن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. ما دام الكلام في الجرح والتعديل أجيز لأجل الضرورة فينبغي أن تقدر بقدرها. بمعنى لو أنك سئلت عن راو، لو أنك سئلت عن راو فيه جرح، فيه عيب، سئلت عن راو فيه عيب، إيه رأيك في فلان؟ لو استطعت أن تفهم السائل بالإشارة هذا أفضل، بدل أن ينطق إيه؟ بدل أن ينطق لسانه. إذا استطعت أن تفهمه بالإشارة يقولك فلان ده رأيك فيه، فلو قلت له هكذا بالإشارة، إشارة إلى أنه على الأرض، يبقى ده أفضل منين؟ من الكلام. يبقى إذا ما دام الضرورة تقدر بقدرها فلا مانع، إذا استطعت أن تفهم السائل بالإشارة فنقدمها على النطق بالإيه؟ باللسان. أدي واحد، لأن هذا تقدر بقدرها. الأمر الآخر، إذا كان في الراوي أكثر من جرح، هو كذاب مثلا، أضرب مثال، هو كذاب، هو مبتدع، هو زان مثلا، فأنت تسأل عن رأيك، هل تذكر جميع العيوب؟ لا تذكر جميع العيوب، إنما تكتفي إيه؟ تكتفي بلفظة واحدة وما بعدها يعرف من خلالها. إذن لا ينبغي علي أن أذكر جميع الإيه؟ جميع العيوب، لأن الضرورة حين يشرع لك الإسلام أن تأكل الميتة، هل أنت يعني تملأ بطنك منها ولا بمقدار الضرورة؟ كذلك الكلام في الجرح، لا يلزمك أن تذكر جميع الإيه؟ العيوب، بل يكفيني ذكر عيب واحد. يبقى احنا قلنا الضرورة تقدر بقدرها عن طريق الإشارة إن فهمها، أو عن أو وإيه وعدم
ذكر جميع العيوب، أدي اثنين ثلاثة. إذا استطعت أن تكسو ألفاظك كلمات جميلة توحي بما تريد يبقى أفضل. الشافعي كان يقول لواحد اكسي ألفاظك أحسنها. والإمام البخاري رحمه الله ما كان يقول فلان كذاب، ما كانش يقول كذاب، إنما يقول قالوا عنه أدبا، من الإمام البخاري. إذن هذا الكلام يطول، لكن إحنا نقرأ كلام الحافظ ابن كثير عشان ننتهي وننتقل إلى النوع الثاني والستون. قال ابن كثير: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة. ولا بغيبة؟ لا غيبة، لا كأنك ما حضرتش علم، بغيبة لا بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، يؤجر. لأن كما ضربنا مثال لأحمد بن حنبل، وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان، احنا قلنا مين اللي قال له الكلام ده؟ ها؟ قلنا أبو بكر بن مين؟ ابن خلاد، بيقول ليحيى بن سعيد: أما تخشى، مش أنا قلت الكلام ده في ال ها؟ لا قلتها، قلت أبو بكر بن إيه؟ ابن أما تخ، بيقول ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن تكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ وقد سمع أبو تراب النخشبي، احنا قلنا اسمه عسكر ابن الايه؟ عسكر ابن الحصين. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ أدي قراءة، ولا لا تغتب بالنهي، ولا لا تغتاب العلماء، ولا معناها أتغتب العلماء؟ كل هذه، ولكن أصح الروايات لا تغتب بالنهي. قال له، فقال له: ويحك، هذا نصيحة أو هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيره. وقد تكلم في ذلك مالك بن أنس، أظن إحنا قلنا زمان كلمة مالك بن أنس في الجرح والتعديل، لما قال حين قال: لا تأخذ العلم من أربعة، لا تأخذ العلم من أربعة وخذه ممن سواه، لا تأخذه من سفيه معلن بالسفة ولو كان أروى الناس، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه بالكذب على رسول الله، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. قلنا الكلام ده، إذن هذا برضو جرح وتعديل. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك لما قالوا: أنت دجال فلان، مالك دجال الدجاجلة، وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون، وهو معرفة من اختلط من الثقات، أو معرفة من اختلط في آخر عمره، أو معرفة من خلط أو خلط من الثقات. قضية الاختلاط الحقيقة مبحث في غاية الأهمية، وحين تقرأ هذا المبحث وهو النوع الثاني والستون كما قلت، ترى شيئا عجبا، ترى مدى حرص العلماء على تتبع الراوي من ساعة أن يولد إلى أن يلقى الله. هذه ميزة لرواة الحديث لا توجد عند غيرهم.
الراوي ساعة أن يولد يعرف متى ولد ومتى مات وماذا حدث له أثناء حياته، هل كبر وخرف، هل اعتراه مرض، هل عمي، هل ضاعت كتبه، هل احترقت كتبه، ويكتبون ذلك بالتاريخ أن فلان الفلاني احترقت كتبه سنة كذا، أو أن فلان الفلاني مرض سنة كذا، أو أن فلان الفلاني سرق متاعه سنة كذا. هذا مبحث في غاية الأهمية. الاختلاط معناها فساد العقل، فحين يقول العلماء فلان اختلط معناها إيه؟ فسد عقله. والتخليط في الأمر الإفساد فيه. تعريف الاختلاط اصطلاحا هو عدم ضبط الراوي لسبب من الأسباب، عدم ضبط الراوي لروايته لسبب من الأسباب. إذن الاختلاط متعلق بالضبط ولا متعلق بالعدالة؟ بالضبط. الذي يتعلق بالعدالة الكذب، الفسق، ارتكاب الكبائر، ارتكاب المعاصي، الابتداع، ده متعلق بالديانة، متعلق بالعدالة. إنما مسألة الغفلة، مسألة عدم التمييز، كله متعلق بإيه؟ إذن الاختلاط معناها عدم ضبط الراوي لما يروي لسبب ما. والأسباب كثيرة جدا. قد يكون سبب الاختلاط مرض طارئ، يعني إنسان قال والعياذ بالله شلل أثر على فكرة، هذا سبب. قد يفقد بصر الإنسان، فبعد أن كان يقرأ في الكتاب ويحقق المسألة أصبح يعتمد على الإيه؟ أصبح اختل ضبطه. يبقى قد يكون هناك مرض، قد يكون هناك عمى، قد يكون هناك كبر سن، واحد سنه كبر وفاق 100 ولا أكثر، فبدأ لا يضبط الأمور لما يعرف الآن بالزهايمر أو التخريف. إذن أسباب الاختلاط، إما خرف، إما إيه؟ خرف يعني إيه؟ كبر سن وبدأ الاختلاط عنده، الزهايمر كما نقول بتعبيرنا المعاصر. يا إما مرض، ولا يلزم من المرض إيه؟ كبر السن، قد يعني يمرض الإنسان في شبابه. وإما مشكلة حصلت خلاص. كلمة الاختلاط ده كلمة قديمة، وكان يتداول على ألسنة علماء الحديث جيل بعد جيل إلى أن تبلور هذا المصطلح وأصبح معروفا. لكنك حين تقرأ كتب الحديث، كتب الرجال، تراهم يذكرون الاختلاط بمسميات أو بألفاظ أخرى. فإحنا قلنا هنا اختلاط أهو، يبقى إذا وجدت إنسانا عنده خرف، تخريف، تسميه إيه؟ مختلط. طيب فلما نقول أحيانا يقولنا إيه؟ فلان الفلاني اختلط. يبقى حين تقرأ في تراجم الرواة فلان الفلاني اختلط، فلان الفلاني خلط يعني اختلطت الأوراق بعضها بالبعض، فلان الفلاني خلط في آخر عمره. يبقى نقول خلط في آخر عمره، يبقى ده سببه الإيه؟ سببه الكبر. طيب أو خلط بأخره، أي آخر عمره. فلان خولط في عقله، دي عبارات موجودة في الرجال كما سنضرب لها الأمثلة. فلان الفلاني خولط في عقله، عقله يعني ضرب خلاص، مش قادر يميز بين الأمور. فلان الفلاني خرف أو خرف، يصح فيها الاثنين، أو فسد عقله. يبقى أنا عندي الاختلاط، أدي واحد فساد العقل، اثنين فلان تغير، يبقى التغير أيضا يساوي الإيه؟ يساوي الاختلاط. نقول أحيانا تغير عقله، تغير حفظه، يبقى إذن عندي الاختلاط وعندي التغيير.
وعندي يقال برضو أحد الرواة فلان أنكر سنة كذا، فلان أنكر، أنكر سنة كذا أو أنكرنا من حديثه سنة كذا، يبقى ده برضو فيه إيه، فيه إيه اختلاط. طيب ساعات يقولون فلان ساء حفظه بآخره أو بآخره، برضو يبقى فيه إيه اختلاط، فيه تغير، فيه زهايمر. فلان ساء حفظه في آخر عمره. إذن فلا بد أن ندرك العبارات التي يوصف بها الراوي. من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن الاختلاط إما أن يكون سببه كبر السن أو الشيخوخ. يبقى أسباب الاختلاط إيه؟ نمرة واحد، ها؟ كبر السن أو الشيخوخة. ولذلك حين قال ربنا في القرآن ومنكم من يرد إلى لا ما بعدها بقى يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يبقى الإنسان حين يكبر ويبلغ درجة الزهايمر ويبدأ درجة الخرف، ها؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني بينسى الحاجات اللي إيه اللي قالها. وفي سورة الحج لكي لا يعلم من بعد علم، يبقى ده سببه إيه؟ سبب كبر السن أو الشيخوخة كما أشار القرآن. نمرة اثنين، من أسباب الاختلاط الصدمات الانفعالية والعاطفية. حين يصدم الإنسان بسبب ظرف طارئ كأن يسرق ماله، كما سنضرب أمثلة، أحيانا يفاجأ الإنسان دخل البيت فوجد بيته مجرد، اتاخذ التلاجة والغسالة والفلوس، لابد أن يصدم، لابد أن يصدم. هذا الصدمة تؤثر على إيه؟ تؤثر على عقله وعلى تفكيره فمثلا احنا عندنا كما المسعودي حفيد سيدنا عبد الله بن مسعود، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، جاء ابنه مات، توفي ولده ماشي مشكلة، فهو بيعزى في ولد الله، بياخد العزة من الناس. شوفوا بقى الصدمات الانفعالية والعاطفية. قالوا واحد وهو في المصيبة دي في وفاة ابنه بقال له ايه، ان غلامك الخادم اللي عندك في الظرف اللي انت فيه ده خد 10,000 من مالك وهرب. فبدأت الصدمة ايه، بقت الضربة ضربتين خلاص. فقام من المجلس فزعا ودخل إلى منزله حزينا واعتراه العياذ بالله الاختلاط. بسبب إيه بقى؟ بسبب الزعل أو على الفلوس، بالإضافة إلى إيه؟ هو أصلا مجروح، هو أصلا مجروح، فكما نقول الضربتين في الرأس يوجعهم. فكونه ابنه يموت وكون فلوسه تنسرق، هذا أمر يؤثر في الإنسان. فدخل بيته حزينا واعتراه الاختلاط وخرج إلى ولم يخرج للناس يحدثهم. يبقى كبر السن والشيخوخة دي واحد، يبقى أسباب الاختلاط إيه؟ كبر السن والشيخوخة. اثنين، وجود صدمات أو انفعالات نفسية تؤثر في الإنسان. أنا قلت زمان واحد اسمه أبو بكر بن أبي مريم الشامي، اللصوص دخلوا عليه سرقوا متاعه وجردوه من كل شيء، فاعتراه الاختلاط، اعتراه الاختلاط. أمر ثالث، الأمراض العقلية والعضوية. واحد كما قلت واحد يجيله شلل مثلا، أو واحد يجيله صداع حاد، لا شك أن ذلك يؤثر فين؟ طبعا الأمر ده لا بسبب الشيخوخة ولا كبر السن، بل لأمر طارئ اعتراه من مرض عقلي أو ما شابه ذلك. أنا أذكر كان هناك موظف نعرفه وشاب وكان ذكيا في المعاملات التجارية، تديله أعقد عملية حسابية يفكها لك خلال دقيقة. في اليوم الثاني أصبح لا يعي شيئا، هو سليم أصبح لا يعي شيئا، حين تسلم عليه وبعد نصف دقيقة يقابلك لك أنا ما رأيتك منذ مدة، أين كنت؟ فسبحان الله. فالأمراض العقلية والعضوية لها دخل كبير فين؟ في الناحية التفكيرية. فمثل كما قلنا الشلل النصفي أو الصداع النصفي أو ما شكل ذلك. يبقى احنا قلنا كم حاجة بقى؟ ثلاثة، كبر الشيخوخة،
الصدمات النفسية المرض الذي يعتري الإنسان. الحقيقة ابن الصلاح ذكر نماذج ممن اعتراهم الاختلاط، ممن اعتراهم ايه؟ الاختلاط او التغير او فساد العقل. العلامة ابن كثير ذكر هنا حوالي 15 واحد ممن اعتراهم ايه؟ الاختلاط، سواء كان بسبب الشيخوخة او اللي احنا قلناهم الان. ذكر مين بقى؟ قال اول حاجة نقرا العبارة بتاعته: النوع الثاني والستون معرفة من اختلط أو اختلط في آخر عمره. إما لإيه؟ لا، صواب العبارة إما لخرف، والخرف كما قلت هو التخريف، هو الزهايمر، هو الشيخوخة، أو ضرر أو مرض أو عرض أو عرض. يبقى ذكر أربعة أشياء تؤثر فين؟ في التفكير، تؤثر في الضبط. إحنا قلنا عندنا ثلاثة، هم أصلاً داخلين الأربعة داخلين تحتهم، يا إما شيخوخة، يا إما صدمة نفسية، يا إما مرض عضوي. ذكر منه قال: كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، خلاص اختلط في عقله. مين هو ابن لهيعة ده وايه اللي حصل؟ اولا قبل ما نتكلم فيه قاعدة، ان اي راون اختلط عليه الامر او وصف بالاختلاط، ما موقفنا؟ بنقسم الرواه عنه الى قسمين: منهم من روى عنه قبل الاختلاط فهؤلاء تقبل روايتهم، ومنهم من يروي بعد الاختلاط لا تخبر روايته. وده الكلام اللي قبل ابن كثير: فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. ده القاعدة العامة. هو اتكلم على عبد الله بن لهيعة الايه؟ المصري، وقال عليه ايه؟ احترقت كتبه فأدى هذا. يبقى ده ايه؟ أمر عارض، أمر مشكلة، صدمة. عبد الله بن لهيعة هذا من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة، وليس من رجال مين؟ الشيخين. هو من رواة أبي داود والترمذي وابن ماجة. كان محدثا لديار مصر مع الليث بن سعد، الاثنين كانوا من طبقة واحدة ومشهورين في مصر بأنهم محدثون. ولد عبد الله بن لهيعة سنة يا 95 يا 96، وتوفي سنة 174. يبقى كان عاش كم سنة؟ اطلع بقى 5 من 14 9، و9 من 16 كام؟ من 79 20. لا، هو اتولد سنة 95 وتوفي 174، يبقى 179. خلاص. سبب اختلاطه كما سمعته من ابن كثير ايه؟ احترق ايه؟ الحقيقة فيه نار اشتعلت في داره، نار اشتعلت في الدار كلها، فاحترقت هذه الدار ومن معه من الكتب. ومشكلة عبد الله بن لهيعة ان هو كان بيعتمد في القاء الدروس والروايات على الكتاب، يبقى معاه الكتاب بتاعه اللي كتبه واللي سمعه الشيوخ، وكان بيعتمد في بداية الأمر على الإيه؟ على الكتاب. ويوم أن يبلغ ابن لهيعة المادة العلمية، المادة الحديثية من كتابه، فهو صحيح الكتاب. خلي بالكوا من النقطة دي، يعني كان بيعتمد أصلا ويعتمد طلاب العلم الذين يستقبلون منه الحديث على الإيه؟ على الكتاب اللي كتبه، بيسمع من شيوخه يكتب الكتاب، فكانت روايته من الكتاب إيه؟ صحيحة. فلما احترقت الكتب أصبح يعتمد على إيه؟ على الذاكرة، فضعف إتقانه، ولذلك أعرض الإمام البخاري ومسلم عن إخراج حديثه. ده عبد الله بن لهيعة. بعض الحفاظ مثل أبي داود، مثل الترمذي، مثل ابن ماجه كما قلت، يروي حديثه ويذكره في الشواهد والمتابعات
ويأخذ حديثه في الزهد والملاحم وليس في الأصول اللي هي العقائد، لأنه لا يعتمدون على إيه؟ على ضبطه وإتقانه. بعض العلماء بيضعف رواية ابن لهيعة على الإطلاق. لا، انتوا تعرفهم ان كتبه وداره انحرقت سنة 170، داره انحرقت سنة 170 وكتبه اتحرقت سنة 170، يعني قبل ما يموت بكم سنة؟ باربع، لا باربع سنوات. هو احنا قلنا مات 174، مش قلنا الكلام ده؟ مش قلنا مات سنة، اتولد سنة 95 او ومات سنة 100. طيب لما تكون كتبه وداره اتحرقت سنة 100 وكام؟ 169 او 170 في بعض الروايات، يبقى كم سنة هو؟ أربع سنوات لا تؤثر. يبقى إذن هناك جمع كبير من العلماء من الرواة من طلبة العلم تلقى المادة الحديثية من ابن لهيعة وهو صحيح الإيه؟ وهو صحيح الكتاب. ولذلك يعني بعض العلماء يقول كل من سمع منه قبل سنة 170 يعتبر سماعه إيه؟ صحيح. ومن هؤلاء الذين سمعوا من يعني من ابن لهيعة قبل كتير جدا، ساقهم الإمام الذهبي وابن حجر وغيرهم إلى أنه يعد بالمئات الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل سنة 169 أو قبل 170. هذا هو عبد الله ابن لهيعة. يبقى اختلاطه هنا بسبب أمر عارض. ثم قال ابن كثير: ومن اختلط بأخر عطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب مين هو؟ طب احنا عرفنا مشكلة عبد الله ابن لهيعة، ها؟ طب ايه مشكلة عطاء ابن السائب؟ اولا عطاء ابن السائب هذا من اتباع التابعين، كوفي توفي سنة 136، 136. احنا قلنا ابن لهيعة من رواة من رجال مين؟ ابي داود والترمذي وابن ماجه. الامام عطاء ابن السائب الكوفي ده من رواة السنن الاربع، يعني قبل حديثه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، اصلا من رجال مين؟ السنن الاربع. هو اختلط فعلا، لكن اختلاطه كان في اخر عمره. اختلاط عطاء امتى؟ كان في آخر عمره. فمن سمع منه قبل الاختلاط يعتبر سماعه ايه؟ صحيح. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وده متوفى سنة 310، بيقول حديث عطاء ابن السائب الذي كان منه قبل تغيره، انتبهوا لدقة العلماء، يبقى احنا عندنا عطاء ابن السائب خرف سنة قبل ما قبل ايه في اخر ايه في اخر حياته. طيب العلامة الطحاوي بيقول اذا حبيتم تأخذوا علم عطاء ابن السائب قبل ما يحصل له الاختيار التغير ده، خذوه من اربعة: خذوه من سفيان الثوري، ومن شعبة بن الحجاج، ومن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وآخرين ذكرهم الحافظ ابن حجر. حاضر، لسه افهم القاعدة الأولان. يبقى احنا اتفقنا في قاعدة عامة أن المختلط تخبر رواية من روى عنه قبل الإيه؟ قبل الاختلاط. خلاص، مين اللي سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط؟ الإمام الطحاوي ذكر أربعة، قال فيه عاوزين تاخدوا الحديث وأحاديث عطاء ابن السائب قبل ما يحصل له التغير او الاختلاط، خدوها من مين؟ من اربعة: سفيان الثوري عن عطاء ابن السائب. سليم ولا مش سليم؟ صحيح، لانه اخذه منه قبل ايه؟ قبل التغير. طيب شعبة بن الحجاج عن عطاء ابن السائب. سليم، لانه اخذ من عطاء قبل الايه؟ قبل التغير. حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب. سليم، طريقه سليم، لانه قبل التغير. وحماد بن زيد. البعض أضاف سفيان بن عيينة، يبقى سفيان بن عيينة عن عطاء سليم. في أشخاص ذكرهم ابن حجر ومن قبله الإمام الذهبي.
الإمام البخاري إخواننا بقى اللي هم يعني متخصصين تخصص دقيق في الحديث، الإمام البخاري روى لعطاء حديثا في كتاب الرقاق، مع أن احنا قلنا هو ليس من رجال مين؟ البخاري ومسلم، لكن الإمام البخاري روى لعطاء حديثا في كتاب الرقاق، لكنه قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية. إذن ليس الاعتماد على رواية مين؟ ليس الاعتماد على رواية عطاء. يبقى هو تاني الإمام البخاري حين روى لعطاء ابن السائب في كتاب الرقاق حديث رقم 6578 قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية. ها؟ الحديث رقم الحديث في البخاري 6578 ويتعلق ببيان الكوثر، نسأل الله أن يرزقنا الشرب منه. إذن الإمام البخاري لما روى لعطاء لم يرويه له إيه؟ إنما رواه مقرونا بغيره، أصبح الاعتماد ليس على رواية مين؟ ليس لرواية عطاء، إنما لرواية أبي بشر الذي يعتبر متابع لعطاء. يبقى اتكلمنا على عبد الله بن لهيعة، واتكلمنا على من؟ عبد الله بن لهيعة اختلط بسبب إيه؟ أمر طارئ عرضي، حرق الكتب. أما عطاء بن السائب اختلط بسبب الإيه؟ الشيخوخة وكبر السن. ثم قال ابن كثير وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الإيه؟ السبيعي. ثم يقول ابن كثير قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. انتبه، يبقى لو وجدت حديث من رواية سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي يعتبر ها الطريق إيه؟ لا غير صحيح، سمع منه بعد الاختلاط. يبقى أنت وأنت بتطلعي الحديث من أي كتاب وجدت الطريق يمر بسفيان بن عيينة عن مين؟ عن أبي إسحاق. لا، يبقى أبو سفيان بن عيينة تلقى الحديث عن أبي إسحاق بعدما إيه؟ هو من أبو إسحاق السبيعي بقى، هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه بقى. يسمى عمرو بن عبد الله الهمداني، يسمى عمرو بن عبد الله الهمداني من تابعي الشام، يبقى هو شامي. ولد سنة 29، يعني وقت مبكر، ولد سنة كام؟ 29، وتوفي سنة 127، يبقى عاش أكثر من 90 سنة. اللي هو مين؟ يبقى أبو إسحاق السبيعي، اسمه ها؟ اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. الأئمة الستة أخرجوا له حديثا، هو من رجال الجماعة، أخرج حديث رغم أنه إيه؟ رغم أنه إيه؟ اختلط. هو من رجال الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هو اختلط في آخر عمره وشاخ ونسي وتغير قليلا، وقد سمع منه سفيان بن عيينة امتى؟ بعد ما تغير. في قاعدة، كل راو ثبت عنه الاختلاط وأخرج حديثه الأئمة الستة، يبقى امتى؟ قبل الايه؟ قبل الاختلاط. يبقى احنا قلنا، يبقى اذن الان ابو اسحاق السبيعي وعطاء بن السائب اعتراهم الاختلاط بسبب ايه؟ الشيخوخة وكبر مين؟ وكبر السن. الشخص الرابع سعيد ابن ابي عروبة، سعيد ابن ابي عروبة، هذا ايضا اعتراه الاختلاط، اعتراه التغير، اعتراه فساد العقل، وده يعتبر من اتباع التابعين بالبصرة. توفي سنة 156 157، تغير حفظه سنة 145. شفت دقة العلماء؟ تغير حفظه، اعتراه الاختلاط سنة كام؟ 145. يبقى قبل ما يموت بكم سنة؟ بحوالي 12 سنة أو 11 سنة.
فمن سمع منه قبل سنة 145 يعتبر سمعه إيه؟ سليم. وسعيد بن أبي عروبة اختلط بسبب كبر السن والشيخوخة، يبقى هو ظل مخلطا أو مختلطا أو متغيرا كم سنة؟ يا 11 سنة يا 12 سنة. واحد عالم كما سنتكلم من كتب في علم المختلطين أو علم الاختلاط قال إن مدة اختلاط سعيد بن أبي عروبة 5 سنين فقط. الإمام الذهبي في كتابيه، كتاب ميزان الاعتدال اختلط قبل ما يموت ب13 سنة، وفي كتابه العبر يقول اختلط قبل 10 سنين. الأئمة رووا من حديث اللي هو سعيد بن أبي عروبة رووا له قبل اختلاط. هنا ابن كثير بيقول كان سماع وكيع بن الجراح والمعافى بن عمران بعد الاختلاط. يبقى لو وجدت حديث عن وكيع عن سعيد بن أبي عروبة يبقى يعتبر يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل، بسبب إيه؟ أن وكيع سمعه بعد الاختلاط، والمعافى بن عمران كذلك سمع بعد الاختلاط، وأبو نعيم الفضل بن دكين أيضا سمع بعد الاختلاط ولم يذكره ابن كثير. اللي سمع منه قبل الاختلاط أكيد واحد اسمه عبد الله بن المبارك، ذكرنا الآن 4 منهم 3 وصفوا بالتغير والاختلاط بسبب الإيه؟ الزهايمر أو كبر السن أو الشيخ. ثم قال ابن كثير 5 المسعودي. أنا أشرت إلى المسعودي وقلت هو اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي، نسبة لجده سيدنا عبد الله ابن مسعود، هو من أهل الكوفة. ولد هذا الإنسان في خلافة عبد الملك بن مروان بعد 80، يعني ولد مبكرا، وهو من رجال السنن 4، وذكره البخاري في التعاليق. اختلط في آخر عمره بعدما كبر وتغير فكره، وكان ذلك قبل موته بسنة أو 2، هو توفي 160، يبقى هو عاش حوالي 80 سنة. سليم منهم، ظل سليما معافا إلى قبل أن يموت بإيه؟ ب2، اعتراه الاختلاط أو التغيير قبل أن يموت ب2. بعض العلماء بيقول من سمع من المسعودي ببغداد فبعد الاختلاط، أي واحد بغدادي روى عن المسعودي يعتبر بعد الإيه؟ بعد الاختلاط. ومن سمع منه بالكوفة أو البصرة فسماعه جيد. وإحنا قلنا البخاري ذكره في التعليق وليس في الأصول كما في حديث الاستسقاء رقم 1027. 6 قال ابن كثير وربيعة. ربيعة هذا مشهور باسمه مجردا، وأحيانا يقال عنه ربيعة الرأي، فإذا سمعت ربيعة هو ربيعة الإيه؟ الرأي. اسمه الحقيقة ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أو ربيعة ابن فروخ المدني. ما ليه سموه ربيعة الرأي؟ قالوا لأنه كان مع معرفته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعه على السنن أحياناً يقابل ذلك برأيه، أحياناً يقابل ذلك برأيه، ولذلك العلماء اعتبروه من أهل الفقه والاجتهاد، يعتبر من شيوخ الإمام مالك العمالقة. توفي ربيع الرأي في 136، وهو من رجال الجماعة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هو كان يتعصب لرأيه، ورغم أنه يرى حديثا إلا أنه كان له عبارة تنقل عنه يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث، يعني إيه؟ هو له وجهة نظر، يقول لك كوني إن أنا حين أقول رأيا وأخطئ فيه أهون عندي من أن أقول حديثا وأخطئ إيه؟ وأخطئ فيه. فهو يرى أن الخطأ في الرأي أهون من الخطأ فين؟ في الحديث. العلامة ابن الصلاح يقول إن ربيعة الرأي تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه. يقول الأبناسي رحمة الله عليه: لم يتكلم فيه أحد إلا من جهة الرأي وليس من جهة الاختلاط. خلي بالكم كلام، يبقى ابن كثير نسبوا إلى الإيه؟ إلى الاختلاط. إنما أئمتنا وعلماؤنا لم يصفوا ربيعة الرأي بالاختلاط، إنما وصفوه من جهة الإيه؟ يعني نقدوا عليه رأيه ولم ينقدوا عليه إيه؟ فلعل الذين وصفوه بالاختلاط إنما نظروا إلى أن القول برأيه والاعتماد على رأيه كان ثمرة من ثمرات الاختلاط. أتفهمون هذا الكلام؟ ولذلك قال الحافظ العراقي: إيه؟ لا أعلم أحدا تكلم فيه بالاختلاط. يبقى النقد أو العيب الموجه لربيع الرأي ليس بسبب الإيه؟ إنما بسبب إيه؟ فبعض العلماء بيوافق يقول لك والله لعل يعني الاعتداد برأيه ومعارضته بالحديث، لأن دي كان ثمرة من ثمرات الإيه؟ الاختلاط الذي أصابه بعد الكبر. إنما لم يثبت أن أحدا وصفه بالاختلاط كما قال الحافظ العراقي. السابع كما قال ابن كثير: صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة، إن شاء الله في اللقاء راح نتكلم على كلمة مولى. إنما صالح مولى التوأمة اسمه صالح ابن نبهان. صالح ابن نبهان مولى أم سلمة. يبقى عندنا صالح ابن مين؟ مولى مين؟ هذا مشهور في الرواية، يقول لك إيه: وقد روى صالح مولى التوأمة. هو مين صالح مولى التوأمة؟ اسمه صالح ابن إيه؟ ابن نبهان مولى أم سلمة. طب التوأمة هي مين؟ التوأمة ديت هي بنت أمية بن خلف الجمحي، صحابية كان لها أخت توأم، أختها التوأم نسبت، إنما دي سميت باسم إيه؟ التوأمة. يبقى التوأمة هي بنت مين؟ بنت خلف الجمحي، صحابية من صحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت بذلك لأنها كانت هي وأخت لها في بطن واحد، فسميت تلك باسم وسميت هذه بالتوأمة. يبقى اسمها إيه؟ التوأمة، لأنها كانت توأم. توفي صالح سنة 125. هو من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه. خرف أو خرف قبل أن يموت في سنة 125، فلم تطل مدة اختلاطه أو مدة تغيره، يعني كونه تغير شهر شهرين ثلاثة لا يؤثر ذلك في روايته. سفيان بن عيينة وسفيان الثوري سمع منه بعد الاختلاط. وأقول الكلام دليل أن أنت وانت بتقرأ الأحاديث وجدت سفيان بن عيينة عن صالح مولى التوأمة، يبقى الطريق إيه؟ يبقى الطريق ضعيف، لأنه سمع منه بعد الإيه؟ طيب سفيان الثوري عن صالح، نقول أيضا لأنه سمع منه بعد إيه؟ بعد الاختلاط. ثم قال ابن كثير: وحسين الثامن، حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل من تابعي الكوفة، ولد في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه في حدود 43 هجري، وتوفي سنة 136، يبقى عاش أكثر من 90 سنة. اللي هو مين؟ حسين. يبقى عشان نعرف إن ده الزهايمر أو الاختلاط أو الخرف، هل بسبب الشيخوخة أو بسبب غيرها؟ يبقى ولد سنة 43 وتوفي سنة 136، يبقى عاش كم سنة؟ حوالي 93 سنة.
وهو من رجال الأئمة الستة البخاري ومسلم. الأكثر العلماء يرون أنه تغير واختلط في آخر عمره. ابن كثير مع ابن الصلاح مع النسائي مع أبي حاتم كلهم يجزمون أنه قد تغير، إنما الذي خالفه هو ابن المديني ذكر أنه لم يختلط. يبقى إذن حين ابن المديني حين أنكر الاختلاط يعني يقصد إيه؟ الاختلاط المؤثر أو الاختلاط الكبير أو الطويل، لأنه اختلط قبل ما يموت بأيام. التاسع سفيان ابن عيينة، سفيان هنا قال وحصين بن عبد الرحمن قاله النسائي، يعني الإمام النسائي قال إن حصين إيه تغير، وابن كثير وابن الصلاح، إنما مين اللي نفى الاختلاط والتغير؟ كما قلت الآن ابن المدين. مفيش تعارض، لأن الذي ذكر الاختلاط ذكر وقوعه، والذي نفى تغيره الشديد أو نفى أن تكون مدته طويلة. التاسع سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة فيه كلام كثير حول الاختلاط من عدم الاختلاط، وسنذكر كلام الإمام الذهبي في السير وكلامه أيضا في ميزان الاعتدال، لعلنا نقول ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. النهاردة 29. حاضر. نعم يا شيخ. سمعت من قال لي أن حضرتكم هذا في هذا المجلس الحديث يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا نتحدث عن رسول الله مش نتحدث عن فولتير وسارتر، نتكلم على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ورسول الله في حياته كما هو في مماته، خلاص تبلغه صلاتنا وحديثنا صلى الله عليه وسلم عنه، فهو يعيشنا بقلبه وقالبه صلى الله عليه وسلم، فنحترمه في جدثه كأنه موجود بيننا. آه. الله أعلم.